قل ما حكم الإشاعات؟ يعني الإشاعات ما أظن أحد يختلف أنها محرمة أصل فيها، وهي أظن يعني تجلب الفساد في البلد، هذه الإشاعات تجلب الفساد في البلد. يكفينا يعني ما تهمت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حادثة الإفك عبارة عن إشاعة، لما تكلم الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول وغيره واتهموا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأنها وقع منها الزنا، وكيف يعني أثر هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وأثر في المؤمنين، حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، الآيات. فالقصد أن الإشاعات هذه لا شك أن ننتبه لها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يكفي. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني لو حدثت بكل ما سمعت فقد كذبت كثيرا، لأن ليس كل ما تسمع هو حق، فلا تحدث لأن اسمع كثيرا لكن حدث قليلا، انتقي وأنت تحدث، في السماع اسمع ما شئت، لكن عندما تحدث بما سمعت انتقي ما ثبت عندك، أما كل ما تسمعه تنقله فهذا معناه ستكذب كثيرا، لأن كثيرا من الذي سمعته إيش؟ كذب.